السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيسأل لو أنا عايز أخفي الهيلات دي في 3D أعمل إيه؟ طيب بداية، هي الفكرة كلها دي إضافة موجودة في ريفت 2019، إن يعني أنت تقدر تشوف الليفلات في 3D، وهي حاجة كويسة الصراحة، يعني حاجة بتقدر تفهم منه المشروع ماشي إزاي، إيه اللي دور اللي تحت الأرض وإيه اللي دور في الأرض. بس الفرض إن أنت عايز تخفيها لأي سبب ما، المهم إن أنا أعرف، بدوس في في واخش انوتيشن واقول له الليفل واشيل العلامه من قدام الليفل واقول له ابلاي. اوكي، طبعا ده بيأثر على الفيو ده بس مش على اي فيو.